السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل تأكيد إصلاحي بإعادة البنك المركزي إلى صنعاء، وإلى التفاصيل. كشف إعلامي في حزب الإصلاح اليوم الأربعاء عن توجه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوحيد البنك المركزي اليمني وإعادة مقره إلى العاصمة صنعاء. وقال المذيع في قناة يمن شباب التابعة للإصلاح والتي تبث من تركيا عبد الله دويلة في تدوينة له على إكس: سيتوحد البنك وسيكون مركزه في صنعاء، مضيفا أن مصدره من العاصمة مسقط التي تستضيف بين وقت وآخر مفاوضات بين صنعاء والرياض. وجاء التسريب بعد إعلان الأمم المتحدة توصل حكومة صنعاء والسعودية إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي، وخاصة في القطاع المصرفي وعمل شركة طيران اليمنية وفق شروط صنعاء. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.